اليوم العالمي للمعاقين بالنسبة للسيدة رئيس الوزراء وبالنسبة للحكومة المصرية زي طول عمرنا بقالنا 60 سنة على الحال ده، ان احنا بيتم التعامل معانا فيه على انه يوم احتفال. في العالم كله هو مش يوم احتفال، في العالم كله هو كشف حساب. احنا هنا بنتعامل مع ناس ما عندهاش ثقافة في التعامل مع الشخص المعاق، فهماني؟ ما عندهمش اسلوب في التعامل معاه، محسسنا ان احنا مجموعة ناكرة على الارض. احنا ملناش حقوق على الاطلاق في مصر، رغم كل اللي بيتكتب في الجرايد ورغم كل اللي بيتقال في البرامج التلفزيونية من المسؤولين. الاشخاص دول ما شاء الله ربنا مديهم قدرات خارقة، هنلاقي فيهم الاديب العالمي نجيب مع اللي هو طه حسين، خدت بالك؟ هنلاقي فيهم مجموعة علماء ما شاء الله مشرفين مصر في المحافل الدولية. كان عندنا امل كبير جدا بعد الثورة ان هيبقى في عدالة اجتماعية، للأسف ما بقاش في عدالة اجتماعية بعد الثورة زي قبل الثورة. أنا أعرف أبطال عالم وأبطال أولمبياد ومحدش كسر رقمهم لدورتين متتاليتين، وناس دلوقتي مش لاقين حد يتبناهم رياضيا، كل ما يروحوا النادي عايز يستغل اسمهم تجاريا بس. جايب ميدالية ذهبية ورفع علم مصر والعالم كله وقف له في بطولة عالمية، وفي النهاية يجي يروح فرد حكومة أيا كان يستقبله في المطار أو ما يستقبلهوش، وفي النهاية ما ياخدش واحد عالمية من اللي بياخدوا مثيله في أي لعبة تانية من غير ذوي الإعاقة لو حقق أي ميدالية. لما بنيجي نتعامل في أي مؤسسة حكومية في استحقار، ما فيش أدمية في التعامل. الكراسي الخاصة بينا داخل النقل العام اللي ما بيتمش الاعتراف بيها. السيد رئيس الوزراء مثلا قال حاجات أنا بالنسبة لي أنا وبالنسبة لذوي الإعاقة مضحكة، مضحكة للغاية. أنت بتتلاعب بعقولنا يا سيادة رئيس الوزراء لما تيجي تقول إن إحنا هنخصص هيبقى فيه مرتب مالي للأسرة اللي فيها معاق اللي ما يزيدش دخلها عن 1200 جنيه في الشهر، معاق غير قادر على العمل. حضرتك متصور يعني ايه معاق غير قادر على العمل؟ معاق غير قادر على العمل يعني هو ما بيقدرش يشتغل وما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يشتغل وما بيقدرش يتحرك، يعني في واحد تاني من نفس الأسرة قاعد بيه علشان يأدي له حاجاته اليومية اللي كل إنسان فينا بيقدر يأديها لنفسه. يعني عندي اتنين في الأسرة ما بيشتغلوش. لجنة الخمسين كان بيمثلنا الدكتور المساع، خدت بال حضرتك؟ اللي هو فيما بعد مسك اللي هو المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وللأسف يعني هو كشخص معاق المفروض يحس بإخوانه المعاقين، لكن للأسف ما فيش أي إجراءات تمت. تم إنشاء مجلس قومي لينا فاشل غير مفعل على الإطلاق بقرار باطل رفضناه وعملنا وقفات احتجاجية لرفضه. مصر كاتفاقات دولية هي ماضية اتفاقات دولية كتير مع المنظمات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن المشكلة القوانين مش مفعلة. مصر وقعت على الاتفاقية في شق واحد بس، الشق إنها انضمت للاتفاقية عشان تحصل على المعونات وعلى التبرعات اللي ممكن تيجي من وراها. أي حزب ما إذا كان حزب مستقل أو حزب يعني زي الأحزاب اللي أنا بشوفها على أرض الواقع زي النور أو فدول بيجوا إيه بيتاجروا بالقضية بتاعتنا. بالنسبة طبعا لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان فأنا بتمنى إن يكون التمثيل يكون تمثيل مشرف، لأن المفترض إن ده مش تمثيل لذوي الإعاقة، إن اللي هيدخل البرلمان هيمثل ذوي الإعاقة هيطالب بحقوق ذوي الإعاقة، لا ده هيبقى ممثل أو هو نائب عن المصريين ككل. الأحزاب هتعمل إيه عشان خاطر تنفذ التوجهات السياسية بتاعتهم؟ هتحط الأشخاص دول فين؟ في القايمة، لكن عمر ما في حزب هيحط معاق على رأس قايمته.